وفي حوار خاص أيضا للتلفزيون المصري أكد محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الدستور ينص على المساواة وعدم التمييز، وأشار إلى أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أنه خلال جلسة مكافحة كافة أشكال التمييز بالحوار الوطني تقدمت التنسيقية بمشروع قانون حول إنشاء مفوضية مكافحة التمييز. الحقيقة النهاردة الجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان، وهي ضمن المحور السياسي في الحوار الوطني، متعلق بقضية مكافحة التمييز. وهذه القضية تشرفت بالحديث في هذه الجلسة كمتحدث عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعرض الورقة التي عملت التنسيقية عليها خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من الجلسات وورش العمل. قضية التمييز أو مكافحة التمييز هو استحقاق دستوري، لأنه المادة 53 من الدستور نصت على أن المواطنون لدى القانون سواء، لا تفرقة بينهم لأي سبب من الأسباب، سواء النوع أو الدين أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي أو المستوى أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر. واعتبرت أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا ألزمت الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. الحقيقة النهاردة كانت الجلسة مهمة جدا أن تبدأ جلسات لجنة حقوق الإنسان بهذه القضية، لأنها تشغل يعني المجتمع الحقوقي بشكل عام. هناك اتفاقيات دولية مصر طرف فيها، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكلهم ينصوا على المساواة وعدم التمييز. احنا النهاردة تقدمنا لإدارة الحوار الوطني بمشروع كامل لقانون أعدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال النقاش داخلها، حول إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وأيضا تجريم التمييز وتعريفه وفقا للاتفاقيات الدولية.